22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في أعمال عنف في مدينة غرداية الصحراوية جنوب الجزائر. أعمال عنف استدعت المزيد من التعزيزات الأمنية والعسكرية لتهدئة حدة الاشتباكات، ولا سيما أن هذا المشهد الدموي يأتي ضمن سلسلة حوادث مشابهة على نفس الخلفية وفي نفس المكان. وعلى الرغم من حضور وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إلى المكان ودعوته زعماء قبائل غرداية إلى التحلي باليقظة والحكمة، إلا أن الصراع بين قبيلتي الشعانبة وبني ميزاب في تلك المنطقة بات يتطلب إجراءات ومعالجات. الأضرار لم تقتصر على الأرواح بل أتت على العديد من المنازل والمتاجر. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لم تكن أعمال العنف في مدينة غرداية الصحراوية جنوبي الجزائر لتمر في غفلة عن الحكومة المركزية التي قابلتها بحزم شديد. مصادر طبية أفادت بأن اشتباكات عنيفة بين مجموعة من قبيلة شعانبة وأخرى من بني مزاب خلفت عددا من القتلى إضافة إلى عشرات الجرحى، كما امتدت موجة العنف إلى إحراق عدد من المتاجر والمنازل. السلطات أعلنت من جانبها أنها دفعت بتعزيزات أمنية في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور، في حين ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الداخلية نور الدين بدوي وصل إلى المدينة وحث زعماء القبائل على التحلي باليقظة والحكمة. المدينة الصحراوية تقع على بعد 600 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، ويعيش فيها نحو 400 ألف نسمة، وتشهد منافسة بين قبائلها على عدد من الوظائف والمنازل والأراضي. المواجهات الدامية الأخيرة في غرداية والتي توصف بالأعنف ليست الأولى من نوعها، فالمدينة شهدت مقتل 10 أشخاص في صدامات مماثلة في ديسمبر كانون الأول عام 2013، كما تجددت المواجهات مرة أخرى مطلع العام الماضي. وفي وقت لاحق نشرت القوات الأمنية حوالي 10,000 شرطي ودركي في أنحائها لضبط الوضع، إلا أن الواقع يظهر أن تلك الإجراءات لم تحل دون تجدد أعمال العنف. والآن معنا من الجزائر العاصمة، عفوا من لندن، عضو أمانة حركة رشاد سيد محمد العربي زيتوت. مرحبا بك سيد محمد، أحداث غرداية من أي منظور يمكن النظر إليها؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. العنوان الرئيسي لها هو إذا شئنا فشل الدولة، فشل الحكومة أو النظام الحاكم في حل نزاع بسيط محلي. هذه المدينة تقع على بعد، أو هذه المنطقة تقع على بعد حوالي 600 كيلومتر، وهي مشكلة من ثلاث مدن يتقاسم أو مناصفة يسكنها ما يسمى أو ما يطلق عليه هناك بالعرب وببني مزار، أو بالإباضية والمالكية إذا شئت. ووقع منذ مارس 2008 وقع واندلع مشاكل بين الطرفين، وقد خلفت لحد الآن عشرات القتلى. هناك من يقول عن أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى وخسائر مادية هائلة، ولكن الأخطر من ذلك خلفت حالة رعب وخوف متصاعد ومتعاظم، وخلفت أيضا كسور وشروخ داخل المجتمع الآمن في قلب الصحراء الجزائرية. وهذه المنطقة بالمناسبة تتوسط حقل، أكبر حقل غاز ربما، أو من بين أكبر حقول الغاز في العالم، حقل حاسي الرمل، وأيضا بجنوبها يقع حاسي مسعود أين يقع البترول الجزائري. هناك الآن إجماع على أن هذه الحالة التي توجد الآن في غرداية بحاجة إلى معالجة وإلى إجراءات معينة لإنهائها، كيف يمكن معالجة هذه الحالة برأيك؟ المعالجة الحقيقية تتم بقضاء عادل. عندما يقع تصادم بين أطراف يكون هناك القضاء العادل، الناس تذهب إلى هذا القضاء فإذا به حل المشاكل. ولكن عندما يكون القضاء فاسد، بل يكون هو ومن ورائه عناصر الشرطة والجيش فاسدين في المنطقة، فإن الفساد يعم والفوضى تعم، والناس تعرف أنها لن تستطيع أن تأخذ حقها ربما إلا بأيديها. وهذا هو الإشكال الكبير اليوم، لأن اتخذت ما يسمى بالحكومة الجزائرية اتخذت عشرات من الإجراءات وأرسلت كل
مسؤوليها منذ 2008 من رؤساء الوزارات إلى جنرالات إلى وزراء إلى آخره، ولكنها لم تستطع أن تحل هذه المشكلة. عندما اندلعت مشكلة هذه المشكلة في سنة 1989 فيما أذكر، أرسل وفد شعبي في خلال 3 أيام 4 أيام وانتهت القضية ولم يتجدد. لكن اليوم لأن الناس ليس لها ذلك الثقة أو ذلك الأمان في الدولة وفي من يحكمها، فزاد وتوسع هذا الشرخ. أنا أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، كنت معنا من لندن.